بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نروح لزميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أسعار الذهب والعملات. صباح الخير عليك يا لمياء. صباح الخير عليك باسان، صباح الخير عليك شازلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا بسرعة دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24 جنيه و50 قرش والشراء 24 جنيه و57 قرش. اليورو سعر البيع فيه 25.57 والشراء 25.48. جنيه استرليني سعر البيع فيه 29.78 والشراء 29.68. فرنك سويسري سعر البيع فيه 26.4% والشراء 25.95. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.43 والشراء 3.42. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.54 والشراء 6.51. دينار كويتي سعر البيع فيه 79.97 والشراء 79.70. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.69 قرش والشراء 6.67 قرش. ودلوقتي نروح نشوف متوسط أسعار الذهب النهاردة. نبدأ بعيار 18، سجل النهاردة سعر السوق 1233 جنيه للجرام، وعيار 21 1438 جنيه للجرام، عيار 24 1643 للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 11504 جنيه. وبعد كده نرجع مرة تانية لشازلي وباسانت نكمل معاهم أو نبدأ معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا.